تساقطات ثلجية كثيفة تعرفها عدة مناطق بإقليم ميدلت صارت معها عدد من الطرق خارج الخدمة. حواجز الثلج أغلقت في وجه السائقين الذين يتوجب عليهم الانتظار لحين انتهاء شاحنات الجرف من إزاحة الثلوج. احنا الآن في أيتو فلا، كما قلتي يجب الحيطة والحذر، لأن الطريق حتى الناس اللي مزروبين يحاولوا شوية يتريتوا. اللهم السلامة، والحمد لله التساقطات الثلجية احنا محتاجينها، وكنقلبوا عليها بشحال هذه. كنت سنوي يهزوا البارير باش يحيدوا الناس الإزاحة ديال الثلج إن شاء الله. كنتمنوا الخير إن شاء الله، غير يدوز الطريق باش نوصلوا الناس عاوتاني لأماكن السكن ديالهم إن شاء الله. وراك عارف الدراسة دابا، والناس راه النهاية ديال الأسبوع هذا كاين شي شوية ديال لومبوتياج هذا بهذا المشكل ديال الثلج، والحمد لله على عاوتاني هذا الفضل هذا اللي كنشوفه إن شاء الله. اللهم لك الحمد. على مستوى هذا الحاجز بمنطقة أيت أوفلا بين مدينتي ميدلت وتمحضيت، تتراكم طوابير السيارات والشاحنات في انتظار الإذن بمواصلة المسير. دون هذه الشاحنات المزودة بكاسحات الثلوج التي تجوب الطرقات جيئة وذهابا بين ميدلت وتمحضيت، كان ليستمر مقام هؤلاء السائقين طويلا عند حواجز الثلوج. لا تتحرك السيارات إلا في قوافل تسبقها شاحنات إزالة الثلوج، أما العربات المقطورة ذات الحمولة الثقيلة فعليها الانتظار لوقت إضافي لحين التأكد التام من سلامة الطريق. من البارح من 6 ديال العشية وحنا حاصلين هنايا، والحمد لله على هذا الخير اللي عطى الله، وحنا كنتسناو هذه الساعة الرحمة الله بقاش يحلوا لنا الطريق ونمشيو. اللهم نتسناو حتى تحل الطريق وندوزو بخير وعلى خير وتكون الامور مزيان، ولا بنادم يمشي يحصل بوست الخلا. مشينا هنايا البارح مع العشرات الليل، لقينا الثلج تطيح، لقينا السلطات مطيحين البارير هنايا حابسيننا، وتنتسناو دابا راه 12 النهار ولا 12 ولا باقي ما طلقوا لنا ما خلاوناش نمشيو، تنتسناو باش يعطيونا الاذن. السيارات الصغار راه دوزوهم، حنا راه مازال شادين هنايا حيت الثلج باقا الفوق تطيح، تنتسناو غير يعطيونا الاذن بالمرور وغنمروا. المهم السلامه هي كل شيء، وهذا الخير الله يجعل البركه. وتتزامن التساقطات الثلجيه مع نهايه الاسبوع وانتهاء العطله المدرسيه التي تعرف حركه تنقلات كثيفه للاسر، ما يستدعي رفع منسوب الحيطه والحذر.